كلية اللغة والإعلام كانت حلم وأمل اتمنيته من يوم ما التحقت بالعمل بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري. سنة 98 جيت أدرس لغة إنجليزية لطلبة كلية الهندسة 4 فصول. سنة 2000 الدكتور جمال مختار مؤسس الأكاديمية العربية ومؤسس الفرع هنا في القاهرة حول يعني دراسة اللغة إلى وحدة اللغة الإنجليزية، وكنت أنا رئيسة وحدة اللغة الإنجليزية. قدمت له مقترح في سنة 2003 ان احنا نعمل معهد دراسات اللغات. الحقيقة عمل المعهد في الاسكندرية عام 2005-2006 وفي القاهرة، واصبحت عميدة عليه، لكن كان علي ان انا اترك بقى عملي في كلية الألسن، فاستقلت من جامعة عين شمس وبقيت عميدة معهد دراسات اللغات. معهد دراسات اللغات من 4 فصول لغة إنجليزية إلى تدريس أكثر من 33 مقرر لكل كلية الأكاديمية. في عام 2011 جه الدكتور إسماعيل عبد الغفار رئيس الأكاديمية، فقدمنا له مقترح إن إحنا نعمل أول كلية في مصر تجمع بين دراسة اللغة ودراسة الإعلام، لأن يعني الإعلام الجديد أو وسائل الاتصال الجديدة اللغة أحد وسائلها. اللغة والإعلام بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا هي طبعا زي ما كلنا عارفين أنشئت من 4 سنوات، وكانت فكرة فريدة من نوعها. ليه كانت فكرة فريدة من نوعها؟ لأنه لأول مرة تتعامل كلية في إحدى الجامعات في مصر تجمع ما بين اللغة والإعلام. اللغة اللينجويستكس بلغة الأهمية بالنسبة للإعلام، لأن زي ما احنا كلنا عارفين أن الألفاظ حامل المعاني. في عام 2015 حصلنا على أيضا معادلة المجلس الأعلى للجامعات على درجة البكالوريوس في الإعلام. استكملنا ما ينقصنا من وجود استوديو تصوير، استوديو إذاعي تلفزيوني، تصوير خارجي، مسرح، مكتبات. الحقيقة ما كنتش متخيل ان مستوى الطلبة هيكون بالاحترافية دي، خصوصا واحنا واقفين كمان وسط اجواء يعني بلاتو حقيقي، كاميرات حقيقية، معدات اضاءة حقيقية. كل ده غير ان الاكاديمية كمان بتوفر لهم تدريب تريننج في اماكن كتيرة جدا، سواء في الصحافة او في الاعلام. الكلية اللي احنا بنعمل معاها الاتفاقية اللي هي كلية الإعلام في جامعة أوتونوما، واقعياً هي الكلية رقم 1 في أوروبا، ومعندهم برضو كلية الترجمة هي الكلية رقم 1 في أوروبا. فبالنسبة للتخصص فالكليتين هما رقم 1 في أوروبا، وده اللي خلى الأكاديمية، لأن الأكاديمية لما تيجي تعمل partnership مع أو جوين ديجري مع جامعة، مش اي جامعة، احنا محتاجين جامعة معينة، احنا محتاجين رانكينج معين، محتاجين للستودنتس كمان ان هم يقابلوا ثقافة مختلفة، تريننج مختلف، تدريب مختلف، and so on. يعني انا بعتقد ان هي الاطار النظري فيها يمكن قليل، العملي اكتر، وده هيكون اهم بالنسبه لكم. شايف انه في يعني المساحه اللي بين الاستاذ والطلبه قليله جدا، وده مفيد، انا شايف ان ده شيء جيد. بيميز الكلية عن الكليات الأخرى إن كلية اللغة والإعلام في 25% من
يعني التقييم للطلاب عن التدريب العملي. فالطلاب بيتدربوا عمليا في الاستوديو وبيتدربوا عمليا في حضور مهرجانات ومؤتمرات. عندنا ندوات أسبوعية أو يعني كل أسبوعين الطلبة بتحضر وبتتقابل مع المهتمين بالعمل السياسي والثقافي والإعلامي. خريجة الأكاديمية هتقدر تعمل في مجالات مختلفة جدا. طبعا مجال الإعلام والصحافة والتلفزيون، ولكن أيضا في مجالات السينما والإعلانات. عندنا أفضل الأساتذة وأفضل الخبراء في مجال الإعلام ومجال السينما والسياسة والثقافة والتلفزيون. يعني دايما أنا بقول إن الكلية كلية متميزة، وإن شاء الله خريجها هيكون إضافة للمجال الإعلامي في مصر. برضو الحمد لله وحصلنا على موافقة المجلس الأعلى للجامعات لأول جامعة خاصة في مصر أو جامعة غير حكومية، لأن إحنا مش جامعة خاصة، إحنا أحد منظمات جامعة الدول العربية. حصلنا على معادلة درجة الماجستير في اللغة الإنجليزية وأدبها، وأنا بعتبر ده يعني فخر لنا، وإن شاء الله نحصل على مثيل له في ماجستير أو دراسات العليا للإعلام.